السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من سلسلة رسالة من آية، والنهاردة إن شاء الله مع رسالة رقم 21، وهي رسالة من الجزء 21 من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وتحديدا في قول الله سبحانه وتعالى من آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية فيها رسالة لكل مسلم ولكل مسلمة، تقول له: جاهد نفسك فإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، أن من جاهد نفسه على فعل ما يرضيه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعينه وييسر له سبل الخير. هذه الليلة هي أول ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهذه هي خواتيم هذا الشهر المبارك، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كنت أنت مضيع طول شهر رمضان، لو كنت أنت لسه ما بدأتش، فأنت عندك فرصة، أعظم فرصة، أن تغتنم هذه العشر الأواخر من شهر رمضان والتي فيها ليلة القدر. ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى قال: خير من ألف شهر، أي خير من عبادة ألف شهر. يعني لو حبيت تعملها أو تحولها بعملية حسابية، تطلع العبادة في هذه الليلة أفضل من عبادتك لله سبحانه وتعالى في 83 عام وأربعة أشهر، يعني 83 سنة وأربع شهور بتعبد ربنا عبادة صافية. عبادتك لله عز وجل في هذه الليلة تعدل ذلك، بل تزيد عليها، لأن الله قال: أفضل أو خير من ألف شهر. فهذه فرصة عظيمة وقد لا تأتيك بعد اليوم. فاغتنام ليلة القدر يعني يكتسب الإنسان به غفران الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإحنا مش عارفين ليلة القدر في أي الليالي في العشر الأواخر من رمضان، لأنها متنقلة على الصحيح من كلام أهل العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر اجتهاد لا يستثني فيه ليالي الوترية والليالي الزوجية، يجتهد في كل الليالي. لكن لو أنت عندك شغل أو مشغول، فأنت احرص على الاجتهاد خاصة في الليالي الوترية، لأن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن على ضرورة الاجتهاد في الليالي الوترية، لأن غالبا تكون ليلة القدر فيها. والنهاردة ليلة 21، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رآها في ليلة 21، يعني ليلة 21 ممكن تكون الليلة دي. المهم أن أنت تجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان، وأعلم أنما الأعمال بالخواتيم. لو كنت أنت مضيع طول رمضان اللي فات، طول هذا الشهر من رمضان، أو طول الأيام اللي فاتت من رمضان مضيع، فأنت عندك فرصة. آخر أيام في رمضان هي أفضل أيام في هذا الشهر المبارك، لأن فيها ليلة القدر، فإياك أن تضيع منها، أن تضيع منك هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ليلة، أي في شهر رمضان: من حرم خيرها فهو المحروم، فإياك أن تكون من المحرومين، إياك أن تكون من الذين ضاقت عليهم ليلة القدر، هذه الفرصة العظيمة التي قد لا تأتيك بعد ذلك. ممكن تموت، ممكن يكون ده آخر رمضان ليك في هذه الحياة، ممكن تكون دي آخر ليلة القدر لك في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى أعد العشر الأواخر وفيهم ليلة القدر جائزة لعباده الصالحين، لمن تعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تفوتك ليلة القدر. وعلى فكرة أصحاب كل حاجة دايما بيعملوا أفضل حاجة في الخواتيم، هذا نوع من أنواع الدعاية لما يعني يفعلونه. ولذلك تجد المسلسلات والبرامج والحاجات ديت بتيجي بيقول لك آخر أواخر الحلقات فيها بتبقى ممتعة، دي علشان يشد انتباهك. لكن انتبه، أواخر الحلقات في البرامج وفي المسلسلات وفي أي حاجة بتقابل أواخر شهر رمضان، أواخر شهر رمضان اللي ربنا أعد فيه جائزة وهي ليلة القدر. فأنت دلوقتي ما بين أمرين: بين أن أنت تغتنم هذه الجائزة من الله سبحانه وتعالى ويغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وتفوز بالعتق من النيران وتكون من الفائزين، وإما أن أنت تحرم خير هذه الليلة باتباعك يعني لما يشغلك عنها من برامج ومسلسلات والحاجات دي. فبالله عليك، بالله عليك اغتنم هذه العشر الأواخر من رمضان. سيبك من المسلسلات وسيبك من البرامج وسيبك من الحاجات اللي والله ما فيها أي فايدة، ما غير أن هي بتضيع عليك الفرص العظيمة في القرب من الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة. واغتنم واجتهد في هذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان لعلك تدرك ليلة القدر، فإن أدركتها فوالله أنت من الفائزين بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تغتنم هذه الساعات. تخيل الساعة في ليلة القدر لو حبيت تحسبها هتطلع بتسعين ألف ساعة عبادة لله سبحانه وتعالى، الساعة الواحدة. فإياك أن تضيع لحظة من لحظات هذه العشر الأواخر، لعل الله عز وجل أن يبلغك ليلة القدر وأن يجعلك من الفائزين بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.